لمين يعني غير 50 جنيه ما بتعمل حاجه، لكن نسيب الحلال مشكلتي يعني. لا عاد اقول لك شنو علا دينك كتر بالحيل. اي والله لكن ما بدور غيرك والله بعرف في الحلال قد ايه منه. الله الشغل ذاته بيقى ما زي زمان. انت اسع معاي ما كنت شغال في الدكان في مال الله، ما لك طفشت خليت وقعدت تتخفى الساكن. الله يا تقول شنو، لكن ما كمان شغل العرضية والله في الصيف كان سمين خلاص. لكن زي شتت شغل بيقى ضعيف. الشغل بيقى ضعيف. اي والله فانا قلت شنو هي دائما اللي من ده 50 جنيه ده بعد بكره بيجيب لك ان شاء الله. بعد بكره القريبه دي؟ ان شاء الله. ما داخلني انا والله الشغل بقى ما زي زمان. ما باخرك والله القروش دي لما لقيت انطلقت والله العظيم. ما باخرك حس على الله الفول ما فيه ربح والرغيف ذاته ما فيه ربح، لكن بجيب شنو بس عشان بجيب انا الكرة على الدكان. والله كان ما بجيب من علم متعبات خلاص. والله العظيم الحاجه ما فيها ربح دي انا والله بتغيظني غيظه شديده خلاص. لكن وبعدين في حاجات كده تلقى فيها بس حاجه بسيطه يعني ولا عليك بها والله. معليش قدام العيله والله ما اسر عليك. هاي ما اعرف اقول لك شنو. سامح انا بمشي واجيك دايرك تقعد لي في الدكان ده. ذكرت لي زول هنا من ناس الحلة ديل هنا ماشي عليه لانه طالب قروش بشوفه طول ما جاني. كويس امشي عليه وادق الباب واشوف اشوف الحاصل شنو. كويس واجيك راجع. سامح جيبه منه هاي. كان جا زول بايع لي. كويس سامح هاي. انا الدرج مقفول ما كويس. عندك معه مشكله القروش اللي بتبيع لي خليهم براي. طيب ها وديعتك الله. اه جيب منه عشان انا اشيل انت. بجيك الساعة انا بجيك الساعة كده بعد نجي نتفاوض. كويس. انت ما تستعجل. طيب. اها وديعتك الله جيب. بارك فيك. طيب لمين؟ صعب خلاص. ديل كلهم عملوا 95 جنيه. 95؟ هاي. ايوه اوكي طيب. انت عارف شنو؟ هاي. الواد ده والله يلخمني عشان متعلق فيني عشان يمشي معايا الدكان. نسيت الجوزان في البيت بس امشي اجيبه واجي اشيل. تروح حالته جداد هنا؟ والله رحنا جداد هاي لينا. هاي لينا ما شفتك انا كنت شغال هنا في الدكان زمان. عليك الله. والله لينا اسبوع والله يجي. بالله؟ والله لا. ما مشكلة خلاص شيليه امشي اجيب قروش تعالي. خلاص. طيب. بس انا منتظر. ها؟ ممكن معلش حطهم لي في الوطن انا بشيلهم بس امسك لي ده عليك الله انا باجي ارجع لي ما بتقدر تشتريه معاه؟ ما حقدر صعبة شوية تقيل. الله يخليك اجيب القروش. الله يتك. لذيذ خلاص امشي واجي. طيب طيب زين اترك بنيتك خير اترك منو ها رحلت بدين ابوك شغال وين ذات ما شفتك قلت ها وين بياي ما شاء الله ليش ندع هذا ها مثل عبده طلعت زادك ما زي بس عكدي. كيف تمام الحمد لله. جات مره هنا هاي اشتريت لها حاجات قبل ما تجي القروش خدت لي الواد ده وقالت تجي تجيب قروش سوتي قلت كيف انا من معاك يا اخي ما قلت لك المره جات هنا جات اشتريت حاجات ب 95 جنيه قالت ما اشت شارت الحاجات مشت بيت الولد لخمه خدت القروش هناك مشت تجيب القروش خدت لي الولد تجي اسرع يعني. المره انت بتعرفها؟ لا لا قالت سكروا اليوم وبعد شفتها؟ لا قالت سكروا اليوم الولد ده وبعد كده شفته؟ قالت سكروا اليوم اسبوع اسبوع شنو يا اخي؟ انت خلاص رحت ضحيه يا اخوي. كيف ضحيه؟ يا اخي مره شنو بيجيك يا اخي؟ شالت حاجات بكم؟ 95 جنيه 95 خلاص عوضنا فينا العوض بدفعك لين انت ده؟ تدفعين انت كلين انا ما شغلتي يا مين يا اخي؟ تدفعين انت كلين والولد ده اظن سارقاو انت يا اخي الحكاوي دي ما مرت عليك؟ انت يا اخي كان ما في زول غشاك قبل كده ما بتسمع القصص اللي بغشوا فيها الناس يا اخي؟ عليك الله القصه دي ما مرت عليك ما مرت عليك شافح صغير جابته مره خدت تدعمي على الدكان قالت لك في دقيقه نجيب لك القروش مشت الثاني ما جات امسك 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 شنو الموضوع قالت ثلاثه ازعاج سريع سريع بلغ البوليس ايوه ثلاثه ازعاج ايوه ايوه بلغ سريع الو السلام عليكم هاي عمليه نصب واحتيال هاي لا انا هنا الهجره هاي جدا دكان جنب الجامع طيب نحن رايينكم ما بتجي تاني الثلاث ساعات بيجوا؟ لا ديل بيجوا لكن المره تاني شوفتك ليها بالله؟ ها زول والولد نعمل له شو هذا؟ المره التاسعه بكون مسروق والله ما بكون ولدها صحيح انت ولد مسروق عليك عليك الله هو في ذاته في مره بتخلي ولدها انت بس كذا ساعه نزعلك في مره بس قالوا يا طبيعة كيف تخلي ولدها وتمشي ما قالت الحاجات تقال الحاجات تقال طيب ما كانت تشيل الولد تخلي الحاجات تمشي تجيب القروش وتجي وتخلي الولد في البيت ما قلت لك يا اخي ما تفكير ما في
في تفكير. يا ولد تصحيح مسروق هيك. ما في تفكير. مسروق انت؟ انت ولد مسروق. ما بيعرف لك شنو ده جاهل سايق. ما مسروق. ما مسروق خلاص تعال تعال. خلاص تعال وشوف. ما بيعرف لك حاجة. مسروق انت بدل ال 95 انا اشيله اصرخ هذا 95 حبيبي. والله اني انا قاعد مكيت والله اني انا قاعد روحك لغضت. روحك لغضت الليله الا امك تي تي. فكيت فكيت ومعليش. معليش يا اخي بس. هاي. نظيف انا والله. انا معليش. جو نضيف عشان كده والله معلش. جبت القروش؟ ايوه. ده ولدي؟ ايوه. 100 جنيه. 100 جنيه ده انا منك 5 جنيه. والله جاك.